أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان من الإنس والجن إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على نبي الهدى وإمام المتقين. صل اللهم على نبينا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. للجن أسماء وصور، للشياطين أسماء وصور، للأبانسة أسماء وصور، ملوك الجن لهم أسماء وصور، ملوك الأبانسة وقادة الأبانسة لهم أسماء وصور، أسماء تسموا بها، صور تشكلوا بها، جان رجال ونساء، شياطين رجال ونساء، مارس رجال ونساء، لهم أسماء تسموا بها، أشكال تشكلوا بها، دروع اهتموا بها، منهم عشاق للدماء والدم، منهم عاشق على الأصفار، على الأصفار والنظرات واللهجة والجمال والشكل والدم، ومنهم عاشق على الشهوة والفحش والعورات والنجاسات والدم، أبانسة شداء بأسماء تسموا بها، شياطين مرض بأسماء تسموا بها، ملوك بملوك الجان بأسماء تسموا بها، خدام وحراس وأعوان بأسماء تسموا بها، بأشكال تشكلوا بها، يقظة ومناما، يقظة ومناما، في عالم الإنس وفي عالم الجن أسماء تسموا بها، أشكال تشكلوا بها، في اليقظة وفي المنام، مع الإنس والجان، مع الشياطين والأنام، أسماء تسموا بها، أشكال تشكلوا بها، أباطرة كبار، شياطين كبار، مرضة كبار، أبارسة كبار، يسمعون في البدن، يطالعون في البدن، يترقبون في البدن، فاسمعوا جميعا
منهم عاشق للحرارة وعاشق للبرودة، منهم عاشق للدماء ومنهم عاشق للعورات، ومنهم عاشق للعظام ومنهم عاشق للقلوب، ومنهم عاشق للعقول، ومنهم حاقد ناقم، حاقد ناقم، حاقد ناقم، حاقد ناقم، حاقد ناقم، على الشكل حاقد، على الشكل حاقد، على السلالة حاقد، على السلالة حاقد، على المولود حاقد، على السلالة حاقد، على المولود حاقد، على السلالة حاقد، على المولود حاقد، أدلسة شداد، مرضة شداد، شياطين شداد، ملوك شداد، خدام شداد، حراس شداد، بأسماء تسنوا بها بصور وأشكال تشكلوا بها في العقل، في العقل لهم خدام، خدام خدام خدام، في العقول لهم خدام، خدام 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 خدام، على القلب خدام، على خفقان القلب خدام، على ضيق الصدر خدام، على البطن خدام، على تشديد الأسحار في أحشائه في الأمعاء خدام، على العواطف خدام، على الأيدي خدام، على الأقدام خدام، ثعبي 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 خدام، حياة 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 ثعبي خدام، فبارس خدام، مرة خدام، ملوك خدام، هم أسماء تسنوا بها، أسماء تسنوا بها، نوح تزينوا بها، أسلحة قووا بها، أبارسة شداد 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 للذلة، شداد 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 للصغار، شداد 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 للاحتقار، شداد 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 للعدوانية، شداد 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 للانتقام، شداد شداد شداد، سحرة شداد على الجسد والروح والنفس والحياة والعمر، سحرة شداد بالإبر سحرة، بأخذ الدم سحرة، بأخذ الدم سحرة، بالإبر سحرة، بأخذ الدم سحرة، في اليقظة سحرة، في المنام سحرة، في الظلام في الظلام في الظلام في الظلام في الظلام سحرة، شداد 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 شداد، جسوا الجسد فجسسوا في الجسد، سرقوا من الجسد سحروا في الجسد، شداد 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 شداد، بالإبر شداد، بخمصاتهم شداد، بأشعتهم شداد، بأسحارهم شداد، أبارسة لهم أسماء تسنوا بها، شياطين لهم أسماء تسنوا بها، ملوك لهم أسماء تسنوا بها، خدام خراس عوان لهم أسماء 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 تسنوا بها، سحرهم شديد، سحر الأبارسة من عالم الأبارسة، سحر الأبارسة في عالم الأبارسة، سحر الأبارسة من عالم الأبارسة، سحر الأبارسة في عالم الأبارسة، شديد 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 موصول بالسلالة والزهرية، شديد 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 موصول بالسلالة والزهرية، شديد 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 موصول بالسلالة والزهرية، على آثار السلالة من بطن الأم، من بطن الأم، من رحم الأم، من مشيمة الأم، من سرة الأم، في دم 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 الأم، من دم الأم، من دم الأم، من دم الأم، من دم مشروب 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 مشترك، مشروب 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 مشترك، مشروب 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 مشترك، ما يكون ما يكون ما يكون مشترك، من بطن الأم جرى 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 في جنينها، جرى 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 في وليدها، جرى 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 في جنينها، جرى 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 في وليدها، أبارسة بنو 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 في خلايا، في قطرات دمه، بنو 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 في جلده، في شعره، في عونه، في سمعه، في بصره، حصون 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 تقووا بها، بسم الله أبلغ وما لنا ألا نتوكل على الله، فاسمع يا حم ويا باشا حم، واسمع يا ميرا ويا عيشة، فاسمع يا ميمون باشا ميمون، اسمع يا مالك من ملوك الجن والشياطين والأبارسة والسحرة،
فيا ثعبان ويا شيطان ويا كاهن ويا عراف ويا ساحر، يا من تجسم خلايا العقل والمخ والمخيخ، وعلى الصدغ والناصية والقافية، وعلى الجفن والعينين، وعلى الخيشوم والأنف والأنفاس والشفتين واللسان والكلام، في أذنين في السمع. اسمع يا حاسدة، يا من تواقبي أفضل عين النعم على سمعه سمعها بصره بصرها، فتعطلين وتعذبين وتحجبين وتمنعين. اسمع يا حاسد يا ناقم، يا من اشتركتم على السر الخفي العظيم، حزن دائم وداء دائم وحرمان وقلة وفقر دائم. فاسمعوا جميعا، ملوك وحراس وخدام وأعوان وشياطين وأبارسة شداد، حموا سموك بهذا الاسم وتعاظمت به، وعلى الشكل تعاظمت به، وعلى السلاح تعاظمت به، وعلى الذبح والدم والنحر لغير الله تعاظمت به. ميرا تعاظمت بالزينة والجمال والحلي واللون والشكل والقلب والعورة والسوءة والاحتلال والاعتداء والاعتداء. فاسمعي وعي عائشة، جنية شيطانة مربية عاشقة حاضرة ناقبة حاسدة ملكة تملكت الجسد. فاسمعي من أم وعلى الوالد والوليد والإبن والبيت، فاسمعي وعلى النعم جميعا إليكم، فاسمعوا وهو اعلموا أن الله معنا يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عنه شيء من حالنا. أصحاب العدوانية والانتقام والذلة، سحركم عظيم، فرق وشتت في أماكن شتى، وأحكم وأمم وعقب وسبل بإحكام بأقفال وسلاسل وأغلال وشعر وآثار، جرى في مجاره نجاسات. سحركم عظيم عظيم جدا، منكم من أصبح له حارس كان يأتوا كنزا أو دفينة أو شيئا ثمينا غاليا، وهو على السلالة والسورية وعلى السعادة والحياة، ذبح لغير الله جل وعلا خصص لكم في طقوس معينة وفي ذبائح اشتربت مشروبة بخصائص وبصفات معينة، فذبح لغير الله جل وعلا لمن عشق الدرك حمه، ملك عليهم قائم عليهم يسوسون يقودهم ذئب جائع وشيطان وإبليس من الأبارسة. ميرا تأخذ من الشهوة والنزوة، تأخذ في الفتنة، عيشة تعيش على دم على عقل، تعيش على فتنة، تعيش على تقلب حال وعلى مزاجية وطوائية وعسر وصعوبة وفقر وذلة واحتقار. جن وشياطين، عاشق وعاشقة، من مربي من مصير، منهم من ربى ومنهم من حفظ ومنهم من عزك وفتن ومنهم من تلاعب من بطن الأم من حملها في تقلبها في ولادتها في رضاعتها في جنينها وفي وليدها. منكم من جاء من الجدة وجاء من الجد، منكم من جاء من البيت القديم، منكم من جاء بعين النظرة في بيت القديم في أثر قديمة عن أهل قديمة، شياطين وأبارسة استحوذتم على الأصل وعلى الفرع، استحوذتم على الأبناء، استحوذتم على الأم، استحوذتم على الزواج، كنتم شر عذاب، كنتم شر عذاب ولا زلتم. فإني أعدكم طاعة للمولى جل وعلا، نجعلها بإذن الله جل وعلا كاشفة، نجعلها بإذن الله جل وعلا كاشفة لغم وهم قد أثقل قلبا وصدرا وعقلا وفهما وبطنا ورحما وعورة وإذن وقدما وحياة وسيرة. فاسمعوا جميعا معشر الجن والشياطين، إلى كل من جعل الترف بقات القلب، إلى كل من جاء فجعل الداء في العروق والدم وعلى غشاء وفروة الرأس وعلى المخ والعقل وعلى حتى على الرأس والجبة والعين على الخيشوم والعنف، كلكم جميعا
من خلق في المنام وضغط على قلبي وصلني في المنام، من جعل التعب والوهن في جسدي في اليقظه والمنام، منكم جعل الالم في ذراعين في يديني في فخذين في ساقين في قدمين، الوهن ثم الوهن ثم الوهن، الضعف ثم الضعف ثم الضعف، لا قوه ولا حركه ولا نشاط ولا حيويه ولا خفه ولا اتزان. فاسمعوا جميعا يا ما تعجل الموت للموت والهلاك لهلاكي والذلة للذلة والاحتقار احتقاري، أبالسة سواد شياطين سواد، منكم من عشق الأحمر بدين ولداء وغطاء وتاج وصولجان أحمر للذلة والاحتقار، فاجتمعتم على حزن المسلم والمسلمة، على ذلة المسلم والمسلمة، على أصل وفرع المسلم والمسلمة. فاسمعوا جميعا، جعلتم البذل الثقيل في المرض في الهم في الغم في الحزن في الداء في المرض في التعذيب والترضيل، إلى كل من شد الفكين وأثقل الشفتين وعقد اللسان والكلام فلا بيان، فاسمعوا جميعا طاعة لله جل وعلا، إلى من جاءوا للأحشاء والأمعاء والجهاز الهضمي والبنكرياس، إلى كل من جاءوا للكبد والرئة، إلى كل من جاءوا للطحال، إلى كل من جاءوا في مجرى الطعام والشراب والبول والنجاسات، إلى كل من جاءوا للقبر والدبر، إلى كل من جاءوا للسرطان والموت، إلى كل من جاءوا للآلام والجراحة، إلى كل من جاءوا من أجل محق المال والسعادة والحياة، نعدكم طاعة لله جل وعلا. بسم الله نبدأ، بسم الله نبدأ. إلى كل من غيب الفهم والذكاء، إلى كل من غيب النور والقبول والوجاهة، إلى كل من غيب سر الجمال والكمال والتمام، إلى كل من جاء فعقد الجسد كله، عقد الجسد كله معقود بالشعر والأطفال والأسعار والجن والأبارصة والشياطين، جسد كله معقود يقظة ومناما لا يتنفس إلا كما يتنفس من ثقب إبرة من أجل الحياة باختناق وآلام، أبالسة سعر الجفة في الظلام، سحر عظيم، جسد مسحور معقود عليه من أسفله إلى أعلاه، معقود عليه وحوله في يمينه وفي شماله أمامه وخلفه، معقود بأبالسة سحرة، من أبالس سحرة، من شياطين سحرة، من جان وشياطين كبار، سحر عظيم بالأسحار العظيمة، عليك عليها ملوك الجن ملوك المغرب وملوك الضوء والليل والنهار، ملوك أول الشهر وآخر الشهر، ملوك الأيام، ملوك الآثار والأسحار والدم، ملوك الأفارقة والناسورية والأبارزة، ملوك عليه لتعظيم كل شيء في الصغار في المراهقة وفي الكبر وفي الزواج والمال والولد وفي الدين والعفة والشرف والرفعة والسمو والعزة، ملوك البحار والآبار والصحار والرمال والحرارة، ملوك البراكين والقفار وقمم الجبال، ملوك النيران، ملوك جاءوا من مكان عال بعيد، من مكان يظن ويسمى سام، ملوك الأضرحة والذبائح والدم والقاذورات والمجال والنجاسات، ملوك جاءوا بأسحار عظيمة جدا في مأكول ومشروب في اليقظة والمنام، تطالب الحياة والسعادة والبدن، ملوك تسمع الآن، ملوك الظلام لا تقوى على الضوء والنور والشمس، ملوك تحب النار
والحمرة والجمرة، ملوك تحب القتل والموت والحوادث والدم، ملوك تجعل تشويه الجمال وتقوص الظهر وعجاج العظام، ملوك تعشق قاتل الجلد والتجاعيد والتشويه والكبر، ملوك تجعل ضعف النظر والبصر والصم والبكم. نعم إنها تستوي في بطن وفي جنين وفي كبير وفي صغير، لا تفرق بين هذا وهذا، تفقد الحواس والإحساس. إنه ملوك ملوك ملوك. تسمعوا الآن، نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. إلى كل مجاء الوش فرش على الجسد صبي صغير رضيع وكبير، رش على الجسد، فوقه أسفله عار، على وجهه مرشوش من جن من شياطين من أبارسة من صحراء، مرشوش شيطان ساحر يرش، سحره يرش كسم الثعابين والحيات، ينفث وبشر النفاثات في العقد، ساحب حول بدنه ينفث عليه ويعقل العقد، يقاطع ومنام صيحا وشتاء ربيعا وخريفا ليلا ونهارا، من اجل ان يحاط به كان محكم حتى يموت ذله وصغارا، الما ووهنا، لا دكتور ينفع، لا طبيب ينفع، لا تخصص ينفع، لا مستشفى ينفع، لا صيدلية ينفع، لا دواء ينفع، يبقى هم دائم، كرب دائم، ألم دائم، حيرة دائمة، وسواس دائم، خفقاء دائم، عياء دائم، وهن دائم، شتات دائم، تعطيل دائم، نحافة دائمة، هزال دائم، عرق دائم، سهر دائم، كرب دائم. على هذا كان التحدي والهزال، والخدام والحراس والأعوام يتناوبون. تنبهوا بسم الله، فبسم الله نبدأ، فبسم الله أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ملهمين مسددين موفقين. آمين آمين آمين. إني أعظ الجن ملوكا بداية وشياطين وهبابسة، وأذكرهم أنه حينما كان يتابع المقاطع فأنتم تطالبون معه، وحينما كان ينظر إلينا أنتم تنظرون معه، وحينما كان يفهم تفهمون معه، وحينما كان يدقق تدققون معه، وحينما كان يقف على أصنام الجن تقفون معه. فعلم الله جل وعلا أن الإصابة جلية ليست خفية من عالم الأبارسة والشياطين والملوك والجن. حق ميرا عائشة أهزكم أسماء وصور ذبح لغير الله عز وجل، جاء بكم سحر عظيم حتى تعيش الأم قبل الولد في الحرمان والدار، صح؟ لا، تعذيب دائم للأم قبل أن يكون عن الولد. إنها أمراض عظيمة جدا، إنها أمراض عظيمة جدا، في الفرس، في الدم، أمراض عظيمة جدا جدا جدا، في القلب، في الصدر، في الكتفين، في التنفس، أمراض عظيمة جدا 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 على سائر الجسد، على سائر الجسد. أضف إليها ما يعاني منه من عصبية زائدة على الحدود،
عصبية قوية جدا تعذبكم الآن هذه الكلمة لأنكم أنتم أسبابها وأصحابها. يقرون أي نعم نحن أصحابها. عصبية مفرطة ليكون قوي المزاج، قوي التنقل في الدرجة المزاج في الكلام مع الأم مع الأصحاب مع الأصدقاء مع الأقارب. عصبية زائدة يا الله، أحيانا يكون الإنسان كثيرا التحول والغضب والعصبية يصعب وتصعب الحياة والصحبة والملازمة والرفقة. وهذا هو السر الذي يسمى عليه حتى يكون وحيدا دليلا. صحبنا نعم ليكون وحيدا دليلا. عصبية بلا سبب وانفعال بلا سبب، شد بلا سبب، قوة بلا سبب، انفعال بلا سبب، وزيادة عن الحدود والمعقول. وهذا يعذبكم لأنكم أنتم أصحابه، حتى يكون هذا الشاب ذليلا. صحنا نعم، قالوا نعم، قالوا نعم، ليكون ذليلا سريع العصبية سريع الانفعال سريع الغضب سريع الصراخ ورفع الصوت، وقد يصبح سريع السب واللعن، وقد يصبح سريع الضرب والجرح، وقد يصبح سريع التحول والتنقل والعقوق والعصيان. وعلى هذا يسير سريع العصبية، وقد يتحول الأمر أنه يصبح يكره الناس، لا يجيب على كلام واتصال ولا هاتف، لا يجيب على نداء والدة أو إخوة أو عائلة، يحبب إليه احتقار الناس وازدراؤهم والتعالي عليهم وأنهم ليسوا على شيء. صح لا؟ من هم حتى أجي؟ ومن هم حتى أتكلم؟ ومن هم حتى أرضي؟ ومن هم حتى أصالح؟ ومن هم حتى أحسن؟ فيصبح في برج عال لأن إشاراته تأتي في الدماغ والقلب والعقل من شياطين عندهم الكبر، وملوك فيهم الكبر، وأبارسة فيهم الكبر، إضافة إلى المهمة أن يكون ذليلا وأن يكون وحيدا. نعم، عقد على القفص الصدري، عقد وأقفال على القفص الصدري، ومن ثم على القلب والجنان والفؤاد، فلا ساعة تصل إليه، كأنه عليه درع واق حديدي يلبسه فلا تصل إليه السعادة أبدا إلى سر قلبه. قالوا نعم، قالوا نعم، لا تصل السعادة إلى سر قلب وإلى سر الجسد، لا تصل السعادة أبدا إلى هذا الجسد. فإن لم تصل السعادة فتمت الاكتئاب، فتمت ماذا؟ الاكتئاب، وقد يؤدي ليس إلى عزلة الناس وإنما السآمة من الحياة بأكملها، وربما الرغبة في القتل والموت والانتحار يخططون تخطيطا إبليسيا شيطانيا. الغضب والتعصب على الوالدين، الانفعال الشديد دون سبب على الوالدين على الأب والأم، لأن السر موصول بهما وإليهما وبالوالدين إحسانا، فلا إحسان أبدا لا فيه ولا في والديه. الإساءة ثم الإساءة ثم الإساءة، فلا بد أن يكون عصبي المزاج، عصبية الطبع،
عصبي القرب والبعد ويصبح حساسا إذا خاطب الإنسان بكلام شبه مرتفع سوف ترى منه عصبية. ناقش في نقاش عادي وتعالى عليه عصبية، هذا سر الأبارس في الدماغ والقلب. تكلم معه بحوار هادي كأنك تجاريه في الحوار، ترفع عليه في فهمه، تعلوه العصبية وملكة الأنا والأخذ بزمام الأمر، فيعكرون عليه صفة المحبة والبر والخلطة والرفقة. صح لا؟ سر لأسرارهم القبيحة. أي نعم، إذا كلمته بكلامه فوق صوته أو فوق قوارفه فوق أمره، فلا بد أن تصاحب إشارات دبدبات العقل والقلب، إشارات في القرار والكلام وفي تموج الحركات والنمرات، فيحوله عن طبع الإنسان العادي دون أن يدري والآخر يفعل. نعم، ومن ثم الفرقة والفراق. لا يتحمل حتى صوت البراءة والطفولة وأطفال الصغار، عذاب شديد. لا يطيل الجلوس في مكان ما، سريع التنقل والملل، سريع التنقل والملل، لا يسأل في أمر ما أو في لباس ما أو في طعام ما أو في مكث في مكان ما، الضجر والملل سواء كان رجلا أو كان امرأة. ومن ثم وقرن في بيوتكن تضرب عرض الحائط، وعند الرجل البيتوتة تضرب عرض الحائط، والسعادة مع الشريك تضرب عرض الحائط. سريع الملل، سرعة الملل في اللباس، في البيت، في السيارة، الملل في المكان حتى في الفسحة والنزهة. لا شيء يسعد القلب لأنه مدجج، مقفل، محكم. وإن كانت أسباب النعم بين يدي الفرد وأهله لكن لا يتنعم. أي نعم، إنها أسرار تحيط بالجسد، أسرار تجعل الشياطين تتلاعب بالجسد، أصحاب نجوم كواكب دم شعر قطرات نجفات نفائق كنوز سلالة زهرية دم في قبور في قرى في حضر في طرقات في ممرات في منتقى طرق إذا مقدور مقتول. قل ما شئت فتكون أسباب تجعل الحراس أقوياء والأبارس أقوياء والشياطين أقوياء، وقوة تتجلى في أنواع أذيتهم ومكثهم واختمائهم واختفائهم. أما الجمال فحدث ولا حرج، أقصد بذلك تشويههم، نسهم، دكهم، تساقط الشعر، تساقط الشعر، ضعف النظر، تجاعيد، ترهلات. قل عدم القدرة على الوقوف أو الجلوس أو المشي، تلك المرة تكون فيها دم، فيها حياة، فيها بياض صفاء، فيها بهاء، يقتلون الجمال الظاهري والباطني قتل. وسرهم في هذا قديم وقوي وعظيم، داخل الجسد قد يمكث داخله سنه ويبني في هدم لا في بناء وتشريع وتعمير، يبني حصونه حتى يحتمي حتى يدك الجسد دكا وتكون ضربات حين تصل اليه، فلا يبدا الحرب لا يعنوها الا بدم يشيد ما يحميه ويخفيه. فاحفظ هذا. إنها أنفاس الجن تخرج، زفير شريق، ونحن في بداية الجلسة بإذن الله عز وجل.
أنين وحركته التحدي على عورات اليدين. نعم كما أنه كان تغيية رفاعة كذلك بفضل الله عز وجل. نخصص الجلسة لكبار حق ولا يأتي إلا على دم ولا يأتي إلا على دم. فقد يكون الدم موروث من جدات ذبحنا على أضرحات لجن جهل تؤدي ضريبته السلالة. أم جاهلة تذبح مثلا جهلا أو جدة تذبح جهلا فيزيد البأس والشدة يزيدهم قوة وبأسا وشدة. صحاب لا صحاب لا صحاب لا صحاب لا جدة كانت تذبح حتى يسقط حمل لا بد من ذبح حتى تزوج بنات لا بد من ذبح حتى ترى الشتاء لا بد من ذبح حتى يستقر جميل لا بد من ذبح حتى يكون العدل والمال لا بد من ذبح. وكانت الجن تعاظم فتملكت السلالة فتقول أنا مع كل أم بل قبل أم الأمومة أنا مع كل ابنة. جدة ذبحت لغير الله جدة ذبحت لميرة بالقلب والجوارح تذللا وخشوعا وخضوعا لن عيشة لن أمير سيدي حم ذبح على ضريحه على لونه على عتبته على بئره بحره على شروطه وبخوره حمه والباشا حمه ميمون والباشا ميمون ميرا عائشة بأسماء شتى. فما كان منهم إلا أنهم جاءوا وحضروا فجلوا الرؤى والمنامات فكانت كما يزعم المشريات فكانت الإنجازات فكانت الزوجات والأزواج والأبناء والذرية وكان الشفاء والمال. فتعاقبوا على السلالة والزرية شيئا وبنى الضحية الثمن فذات الكبد. الجن يتملكهم من أسفلهم إلى أعلاهم يتملكهم عن يمينهم وعن شمائلهم يتملكهم في يقظة ولا بحيث ما حلوا وارتحلوا وإن لم يصرحوا فهم يصرحون سرعا. الجن معهم تقيمهم تؤنسهم تعاشرهم تفتنهم توجيعهم تثمرهم تمزقهم تفرقهم لأنهم عظموها أو عظمها أسلافهم ذبحا ودمعا. عبادات لا تكون إلا لله الخالق الرازق الله جل وعلا. والثمن تؤدي ضريبته الذرية إن لم يقتني ذلك بحسد شياطين الحسد والسحر. فتعاظموا بالسلف والخلف فكانوا قوة وجنة على سعادة على حياة على نور. وهذا هو الحاصل الذي نراه الآن. فنخرجهم إخراجا بإذن الله جل وعلا من حصنهم المنيع بذبح والدم. حصن شهد بذبح ودم حصن منيع حصن منيع. أنتم في حصون نخرجكم بها بإذن المولى جل وعلا. حم فاسمع عشقت قطرة الدم ولون الدم ورائحة الدم وقرابين الدم وذبائح الدم ومواسم الدم وأضرحة الدم وأماكن الدم وبرك الدم وآبار الدم وبحيرات الدم. عشقت ما يجعلك تموت في الدم مفتون من دم لونا شما طعما سحرا غلا حسدا
اسمع كبير حمد ثعبان شيطان ثعبان شيطان ثعبان شيطان قال نعم انا شيطان حمد شيطان حمد ومن بعد شيطان كافر بالله عز وجل حمو آذيته صحبنا عذبته أم لا حمو آذيته أم لا آذيت الجسد أم لا حمو وارتقي وقل باشا حمو ملك حمو شيطان حمو ساحر حمو يأخذ الإبرة يغرز الإبرة يأخذ قطرات الدم يزرع أصحاب في الدم يعقد الشعر والجلد والحراسة والبطن والشهوة والعورة ساحر عاشق ساحر حاقد حم باشا حم على الدم ينتقم انتقاما شديدا دم 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 أسمع باشا حمو حمو قال لست الباشا حمو إنما أنا حمو فقط شيطان حمو قال أنا لست الباشا حمو إنما أنا حمو أنا شيطان كبير من كبار شياطين الدم قال نعم أنا كبير من كبار شياطين الدم قرب لي قرابين كثيرة وكل قربان زاد من بأسي وسطوتي وشدتي وغضبي وسرعة انفعال وعصبية وغضب وتملك فأنا الذي أكتمه فتنا أموج به موجا في الفتن لا يقوى على حراك ولا سيل ولا مشي ولا طعام ولا شراب ولا تفكير ولا حسن تدبير لا هذا أما علمت أني أنا حب قوي من أمين قرب لماذا من الصغير والكبير من الظنين للمعرزي للبقري خروف دجاج 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 حق مسكين قربه الدجاج كفر ملة واحدة وإن قرب ذبابا لكنه قرب دجاجا قربوا له الدجاج دج 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 ودج دج ودج دج حمو بالدجاج دجاج 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 قربوا له ماذا دجاج قربوا له الدجاج على اي لون على اي شكل خنق ذبح دجاج حرمت عليكم الميتة والدم حرمت عليكم الميتة والدم حم يخرج بجحره بإذن الله جل وعلا حرمت عليكم الميتة والدم شاب إذا طال أثره كأنه يسير هيكلا عظميا يري له الموت والذلة والاحتقار أمراض كثيرة مستعصية عجل أطباء هنا وهناك في أوروبا يري له ماذا ألا يكون وسيما رشيقا قويا نشيطا جميلا غنيا تعطيل لكل شيء بذنب الخادم الأول حمو حمو أتسمع يفتح الباب بإذن الله فتحة يفتح بإذن الله جل وعلا فتحة إنا فتحنا لك فتحة مبينة حمو دم دجاج مسكين دج دجاج الجدة تقرب الدجاج الساعرة تقرب الدجاج التي تجدد الأم دجاج يغضون ما أسهل الدجاج ويحسبون غيرا وهو عند الله عظيم لعن الله من ذبح لغير الله
واللعب الطوب من رحمة الله، شرك بالله. قل إن صلاتي ونسكي الذبيحة للنسك، قل إن صلاتي ونسكي أي ذبيحتي ومحياي ومماتي لله لا شريك له، وبذلك أمرت أنا والمسلمين. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كانوا إذا نزلوا واد قالوا نعوذ بسيد هذا الواد، يستعيذون بكبير الجن، حمو نجنا، حمو شفينا، حمو أعطينا، حمو اغنينا، حمو انقذنا، أو يذبحونا، حم أهلك، حم فرق، حم شتت، حم أمرك، حم اقتل، حم حق المال، حم شتت العيال، دم بالدم. صحابة حرمت عليكم الميتة والدم، حرام حرام يا حم حرام. أما سمعت القرآن والله أعظم البيان، ولو أنهم فعلوا ما يعاظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. جن يعيشون في بحيرات الدماء تقربهم في الأصقاع والبقاع كل يوم دماء، أما في طقوسهم وأعيادهم وأضرحتهم ومواسمهم السنوية ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطأ على البشر. حتى الجبال تلحى، الجزور ينحر، الأنعام تنحر، ما حل وحرم ينحر، الخنازير تنحر، الكلاب تنحر، بل تنهش نهشا لتبقى بيس الدماء حتى تفرق الأسر والبيوت والجنون والفساد ومحق الأموال والأمراض المستعصية والقتل السريع. صح لا؟ حرمت عليكم الميتة والدم. فاسمع، حموا حقوا تسكنوا شمالهم، الشمال حموا يسكن الشمال على القلب، فإني أعظك بطاعة لله عز وجل أن من معك من ميراه تلك العاشقة التي تأتيه كل ليلة تأخذ من شهواتها، ميرا التي تأتي فتعتدي عليه لتأخذ من نزوتها، ميرا التي تأتي على نقيض سيدها، تلك الميرا التي تريد أن تكون متيمة بحبيبها. صح لا؟ فإني أعظها طاعة لله عز وجل أن تهتدي وأن تصلي. صفراء فاقر لونها تسر ناظرين في حل وحنان، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. حل محله الله، نعم الله أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. تقول آمنت بالله عز وجل، عيشة عيشة عيشة، أي عيشة أنت؟ أي عيشة أنت؟ بئر بحر تبر، صحراء قفار، طير خوص، نجوم كواكب، عقل فهم جمال، سحر حسد، أي عوائش أنت؟ عيشة على جسد شاب تعذبين تمرضين، عيشة في أي موضع أنت تسكنين؟ أنت موجودة؟ لا عيشة، اتق الله عز وجل، لا عيش إلا عيش الآخرة، لا عيش إلا عيش الآخرة، لا عيش إلا عيش الآخرة، لا عيش إلا عيش الآخرة. فاغفر الأنصار المهاجرة، لا عيش إلا عيش الآخرة. اللهم اغفر لنا وارحمنا.
وعافنا واعف عنا وارحمنا احياء وامواتا. قل يا اهلي اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا احياء وامواتا. قل امين. اللهم اغفر لنا وارحمنا احياء وامواتا. قل امين. اللهم اغفر لنا وارحمنا احياء وامواتا. قل امين. اغفر لنا وارحمنا احياء وامواتا. قل امين. اغفر لنا احياء وامواتا. قل امين. اغفر لنا احياء وامواتا. قل امين. ميرا قولي يا لله جل وعلا اللهم اغفر لنا احياء وامواتا. قل امين. اللهم اغفر لنا احياء وامواتا. قل امين. اللهم اغفر لنا احياء وامواتا. قل امين. اما القائم والميت والشيطان الساحر حمو فان يقول له قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. وان تقول نعم الملك من الله يهب لمن شاء. فاسال الله جل وعلا ان يوفقنا لطاعه الملك المالك الله، ان يجعلنا سبحانه جل وعلا في عزه وسخاء ورخاء احياء وامواتا. قل امين. قل امين. اشهد. قل امين. قل امين. تقر بها لكن في الشهاده يقول لا. واراك قريبا من الاسلام بفضل الله يقول لا قريب من الاسلام. لكن هناك عهود ومواثيق عليها يسيرون جميعا حتى لا يفرق شملهم ولا يشد شملهم فيبقوا جميعا على كلمه سواء. فباذن المولى جل وعلا نسير حتى نرى صلعا بالاسلام بفضل الله عز وجل في بدن لطالما سكنه الكفره الفجر منذ صغره وهو في بطن امه. فرى بإذن الله عز وجل من يجأرون بالإسلام ويعطون عهدا على الإيمان ويسيرون بفضل الله عز وجل في طاعة الرحمن فتشفى العظام والدماء والعروق والأعصاب والجلود، تشفى بإذن الله تعالى النفوس والروح، تشفى النوم واليقظة والطعام والشراب بإذن الله تعالى يشفى القلب والوجدان، كل أمر بفضل الله تعالى يعتدل ويشفى. يحيى بإذن الله عز وجل، يحيى بإذن الله سبحانه وتعالى صحة وعافية وجمالا وقوة ونورا وبهاء وعلما وفهما وذكاء وطلاقة ونطقا وكلاما وبيان بفضل الله تعالى إن شاء المولى جل وعلا بهداية الكبير والصغير والقريب والبعيد ومن داخل البلد وحوله، بل كل من لهم صلة وسر على هذا الجسد، إن الله تعالى يطلع عليكم الآن ويراكم الآن. كل من تحالفوا وهم داخل الجسد وحوله الله يراكم الآن مطلع على سركم وعلى علانيتكم انه الله. فهنيئا لمن فك شفره السر وحل عقده السحر وبنى داخله البياض والنور والرفعه والعزه والحبور والسرور طاعه لله عز وجل. فهنيئا ثم هنيئا ثم هنيئا له. فنبدا باذن الله جل وعلا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. يخرج من المولى جل وعلا جميعا من ظلمات الضيق والهم والغم الى سعة الفرح والخير والسعادة والبهجة والابتسامة، انه ولي ذلك والقادر عليه. بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. حمود إلى كل ملك يسكن الجسد أو إبليس يسكن الجسد أو ماسوني يسكن الجسد
أو طير أو حيوان يسكن الجسد، إلى كل ذي ناب أو مخلب يسكن الجسد، إلى كل هو سريع في القتل والموت والداء والطير والغوص يسكن الجسد، إلى كل من توارى واحتلى واختفى بكثرة الأسحار والدماء والصور والآثار والعيود في الجسد، إلى كل من يسكنون فاسمعوا جميعا أصلحوا ما أفسدتم في خطابات لله، أصلحوا ما أفسدتم في خطابات لله، أصلحوا ما أفسدتم بقوة طاعة لله، وكونوا عون البر والتقوى طاعة للمولى جل في علاه. إلى الله جل وعلا معنا وهو الله، فبسم الله فبسم الله نبدأ، نجعلها بإذن الله سيفا مسلولا على الكافرين والفاجرين وكفر الفجرة. بسم الله نبدأ، وما لنا إلا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. من الذي هدانا سبلنا؟ إنه الله، إنه الله الذي جاء بكم كي تروا آياته وتسمعوا إلى آياته. إنه الله جاء بكم كي تجدوا من يأخذ بيدكم ويساعدكم لتخلصوا من أصحاب قديمة، صح لا؟ أصحاب قديمة في قرى قديمة، في بيت قديم، على نار قديمة، على ماء قديم، آسٍ أو غير آسٍ، إلى كل من وكلوا بأسحار فعقدوا عليها حتى الموت، حتى الفراق، حتى الشتات، حتى الذلة، حتى الاحتقار، حتى الصغار. إن الله جل وعلا ناصرنا وناصركم، إن الله. إلى كل من جعل الربوى وضيق النفس وهشت العظام وعجاج العظام والقفص الظهري قفص الصدر والعمود الفقاري، إلى كل من جعل عجاج في الذراع والساق، إلى كل من جعل الألم في الجوجوت والفك والخد، إلى كل من وكلوا بالعظم، إلى كل من وكلوا بالخصر، إلى كل من وكلوا بالورك، إلى كل من وكلوا بالقوة والقوام والاعتبار والاتزان، إلى كل من وكلوا بالرقبة والنحر والأسنان والأظافر والأنامل، صحاف لم يفقوا شيء في الجسد إلا وأتوا عليه فعقدوا عليه ونفثوا عليه وجددوا عليه وبنوا واصموا وسنوا عليه حتى على قوة الشعر وزنة الشعر. فبسم الله نبدأ، فبسم الله نبدأ، تدك الحصون وقلاع وأسرار وأسحار وعقد الكافرين التي بنوها سنين، سنين في المشارق والمغارب للذلة والاحتقار بقوة، أي نعم بقوة، بكاء بلا سبب، حزن بلا سبب، التهاب بلا سبب، عصبية بلا سبب، محق لمال بلا سبب، شتات بلا سبب، عقوق بلا سبب، بل جاءوا على الإيمان ضعف في الاستقامة والالتزام والتدين والصلاة وتلاوة القرآن والصيام بلا سبب، تلاعبوا بكل شيء بلا سبب، صح لا؟ فهيا إلى الله جل وعلا خدام الدبي، ما تقويتم في بطن أمه، في بطن والدتي، تقويتم في بطن والدتي بدمها، حيضها، نفاسها، ولادتها، جوعها، أين تقويتم من الأم في دمها، حملها، نزيفها، حيضها، نفاسها، نجاستها، دم، فأصبحتم بعشاق الدماء، فهيا إلى الله جل وعلا،
نبدأ بإذن الله جل وعلا. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها زلزلت. إذا زلزلت الأرض زلزالها زلزلت تزلزل بإذن الله جل وعلا كل بقعة وتربة ورمال وصخور وأحجار عليها أسحار وأشجار عليها أسحار على اسمه ورسمه وأمه ووالده اتصلت به ليل أو نهار تبطل بإذن الله تزلزل زلزالا شديدا. تعلمون سرها مكانها مكانها أسحار صنعت خطيرة أسحار قيدت خطيرة أسحار دفنت خطيرة عقدت خطيرة كتبت بدم بنجازات في حمام في مرحاض في قبرات في مجاري في قبور في أضرحة خطيرة على أشجار وألواح وأخشاب وأحجار خطيرة على معادن وأقفال وآثار وعلى نقود ومال خطيرة على عظام وألواح وجنود خطيرة قتل وموت وعلى صور وآثار لباس وخطى وسير خطيرة وعلى بيت وأصل وفراش خطيرة أنتم خدامها وحراسها وأعوانها تسمعون رجال نساء الجن والشياطين والبارزة. نبدأ بحمد الله جل وعلا حمد الحمد نبدأ بحمد الله عز وجل نحمده حمد الحامدين حمدا به تفك الأسحار وتبطل حمدا به تهدى الجن به تهدى الجن خدام وحراس وأعوان به بإذن الله تعالى ملائكة الحامدين ملائكة تدوم وتكتب الحامدين ملائكة تحب الحامدين ملائكة تجالس الحامدين ملائكة تكتب الحامدين وجدناهم يحمدونك حمدا الحمد لله به بحمد الله يرفع في السماوات سريعا إلى الله جل وعلا بحمد الله نشفى بحمد الله نهدى بحمد الله نرزق بحمد الله بحمد الله بحمد الله يعلو ذكرنا بحمد الله تطيب أنفاسنا بحمد الله تشفى أبداننا بحمد الله تبر أصحابنا بحمد الله بحمد الله بحمد الله تلين قلوبنا وقلوب من سكننا إلى الإسلام والإيمان. فنبدأ بحمد الله جل وعلا. حمو يسمع ميرا تسمع عائشة تسمع أبالس يسمعون ماسوني يسمعون يهود نصارى من أشرك بالله جل وعلا وعبد غير الله جل وعلا من فتن الناس من ضيق على الناس القلب يسمع فبسم الله نبدأ إلى قل من لا نقل إلى قل من خاشعت عينه إلى قل من زالت عبرته إلى قل من رق جلده عيا إلى الله عز وجل إن المرب الرحيم يغفر الذنب ولا يبالي فاغفر لنا إلهنا قلها لله جل وعلا جيناك ربنا طيبين تائبين بقوة جناك ربنا إليك مقبلين منيبين تائبين بقوة الحمد لله على نعمه التي تترى والتوالى فله الحمد ربي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل آمين قولوا آمين 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 اللهم آمين 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 آمين. قولوا على الله جل وعلا نبدأ بحمد الله والصلاة على النبي محمد نبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على النبي محمد
نسأل الله جل وعلا في هذه الساعة أن تفتح الأبواب، تفتح الأبواب، أبواب أغلقت بإحكام الأبالسة على الزهرية والسلالة والأرسل وعلى الأم والأولاد والبنات، على النجاح والكفاءات والقدرات والخيرات وعلى البركات. تفتح أبواب طالما أغلقت صفدت أحكمت عليها أقفال في مسار الجود والشعر والحواس والجمال والنور والطاقة والبركة والمال والسعي والرزق والسعادة والبهجة والفرح والعيد والمناسبات والبر والبشر. أقفال تفتح وتفتح بإذن المولى جل وعلا، عليها خدام ليلا ونهارا يقظة ونلما، تفتح بإذن الله عز وجل. نسعى بإذن الله تعالى في فتحها، أما النصر إلا من عند الله. نسعى بإذن الله عز وجل في فتحها، فتحات الخير بإذن الله عز وجل. نرى بإذن الله تعالى مبشرات وبشائر تلوح في الأفق، من يهز الرأس أين عملها فتحا ونصرا ونورا. فبسم الله نبدأ، إن الكلمات وقوة وآثار طيبة، نراها بإذن الله تعالى تلوح، ونرى معها من يهز الرأس، نرى معها مثلا كانوا يقول هيا نركب معك بإذن الله، نركب معك، يقول بقوة نركب معك، يركب معنا ولا تكن مع الكافرين، يقولون نعم نريد أن نركب في سفينة الناجين حتى لا نتخلف عنكم من أهلك الغارقين. صحنا؟ قالوا نعم. إذا هناك من يريد بإذن الله تعالى أن يكون مسلما مسالما تقيا مقيا بارا طائعا لله عز وجل، فبه تفتح أبواب هنيئة لمن سبق. سابقون السابقون، هنيئا لمن سبق، هنيئا لمن سبق، وخيره الذي يدعو بالسلام بالسلم بالإسلام بالإيمان بهداية بطاعة رب الجن والأنام. الحمد لله رب العالمين. نبدأ إلى الكبير أو الكبار الذين يحركون أصابع القدمين، هيا الرسالة وصلت صح، فهي إلى الآن بإذن الله جل وعلا. الرسالة وصلت، الرسالة وصلت إلى كل كبير، وصلت في القدمين إلى الكبير كبار في القدمين، الرسالة وصلت. لا تهم من شاء أمرك، فالكل بإذن آيات الله سوف تتبعكم إلى كل مكان لتفك بإذن الله عز وجل الأسرار. لقد قتل في كل شيء وحرم وعذب في كل شيء، صح لا؟ فهنيئا لمن كان معنا. قاتلوهم يعذب الله بأيديكم ويشفي صدور القلب والصدر، أول أمر يحتاج للشفاء الصدر والقلب، أول مكان يحتاج إلى الشفاء، سكينة وأمنا وطمأنينة وإيمانا. الصدر والقلب، أين الصدر والقلب؟ اشرح لي صدري، ألم أشرح لك الصدر؟ بل لا خير. قال الله جل وعلا، قال الله عز وجل، من قال الله سبحانه جل في علاه يشرح صدره للإسلام، من بالله عز وجل الهدى والنور والخير يشرح صدره، فأول أمر يوفق إليه المؤمن الطائع لله عز وجل أن يشرح صدره لأحكام الله ولنور الله والهدى والثبات من الله عز وجل. أي نعم،
إنسيا كان أو جنيا. ولهذا القاسم المشترك بين الجن والأباز والشياطين ليحزن الذين آمنوا. إن القاسم المشترك الذي تتوافق عليه الأبالسة والشياطين والجن بأصنافها وأنواعها وأشكالها ومهابها واختلاف قدراتها هي الحزن. الحزن ليحزن الذين آمنوا. ولهذا أعظم منة ونعمة أن ينشرح الصدر بالإسلام، أن ينشرح الصدر بكلام الله عز وجل وبذكر الله سبحانه وتعالى. من شرح الله صدره فهو على نور من ربه، من شرح الله صدره يرى نورا نورا والخير خيرا ويرى النعم نعما ويرى الحلال حلالا والحرام حراما. ما شرح الله صدره عاش بخير وعلى خير ومات بخير وعلى خير. من شرح الله صدره حبب اليه ما يحب وكره اليه ما يكره ويأتي ما أحب الله بنفس طيبة راضية وبقلب مؤمن مطمئن وبصدر منشرح. نعم الله علينا كثيرة، أعظمها أن ينشرح صدرك بالإسلام، ليس قبلا ليس من الفم، الصدر والقلب. ولهذا كان الإيمان اعتقاد بالجنان بداية ونطق باللسان ثانيا وعمل بالأركان ثالثا. فأعظم النعم التي تحارب الجن والشياطين عليها المؤمن الواحد هي السعادة، والسعادة محلها الفلاسفة يتضاربون فيما بينهم في السعادة، والمفكر أيضا، ومحلها قلب. قلب إذا جعلت فيه عشر الرحمن حب الإله الخالق وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فإذا كان همك هم الله جل وعلا، هم الآخرة، هم النجاة والفوز، انشرح الصدر بأمر وبأحكام الله عز وجل وتم السعادة. فأول أمر تعرض عليه من نواجد أن لا ترى ضيقا في قلبك في إيمان مع الله جل وعلا، نعم، في أحكام الله سبحانه جل في علاه. إن أصابك ما أصابك فقد أصاب من قبلك، بل هم خير منك من أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. نعم، يا لنوصي الجن والشياطين أن تنشرح صدورهم لذكر الله وما نزل من الحق، وما نزل من الحق أن يكونوا عباد الله عز وجل إخوانا، تجمعنا قبلة واحدة، وبيت الله واحد، وكتاب الله واحد، ورب واحد، ونبي واحد، نرجو بذلك جنة الله على نور من الله. أن تأتوا إلى الله جل وعلا أفواجا، إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أن تسلموا لرب العالمين، أتعلمها لله تعالى لا شريك له، لا زوج له ولا ولد له. قلوا لله لقد ذبحوا لنا كفرا وشركا وعظمونا وجعلوا نساسة وقارة وملوكا وجبابرة باستغاثاتهم ولجئهم واضطرارهم وبكائهم ودعائهم، وكفرنا بهم وآمنا بالله عز وجل، كفرنا بهم وبشركهم وجئنا إلى الله عز وجل، جئنا إلى الله سبحانه وتعالى الذي يستحق أن يطاع وأن يعبد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. شركهم أضلنا وجهلهم غدانا وقوانا، لكن الله بصرنا فتبنا إليه، لكن الله جل وعلا هدانا فتبنا
إليه فالحمد لله رب الأولين والآخرين. قال الله جل وعلا: أفمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. قلوا لله جل وعلا رجال ونسان ذكران وإناثا: لقد عذبنا البيت والأسرة والوالد والوالدة والأبناء جميعا، لقد أثقلنا كاهلهم بكثرة الضربات الموجعة وأشغلنا أفكارهم وبالهم بالترهات والآلام والأوجاع المؤلمة، كنا عليهم حرما في الأعياد والمناسبات، كنا عليهم حربا في الطاعات والعبادات. وجئنا إلى الله جل وعلا الذي طالما أشرقنا به جئنا إليه موحدين: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، ثم غفور رحيم. معشر الجن، لو كان لكم أبناء كنت ترجون كل خير، وأعظم خير نجاة من النار. الحمد لله الذي أنقذه من النار، قالها النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل على ابن اليهودي وهو في الغرغرة، وهو قبل الغرغرة عند خروج الروح، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فالتفت اليهودي إلى والده فقاله والده: أطع أبا القاسم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ثم مات. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. أنقذه الله جل وعلا من النار، لو مات يهوديا لكان من أهل النار. ووالده يعلم أن محمدا على الحق، فقال: قطع أبا القاسم. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فإنهم لا يكذبونك ولا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. جاء بالحق رسول من الله بالهدى والحق، يدعو إلى الله على حق وبالحق وعلى حق، نور من الله تجلى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وعلى آله واجمعنا به على نهره الكوثر، فرحين مستبشرين، واذقنا واشربنا من حوله شربة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمعنا معه في أعلى عليين تحت عرشك يا كريم، وعند عرصات يوم القيامة من الآمنين ادخلها بسلام من آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. اللهم آمين آمين آمين. تظنونه بعيدا فهو قريب عند الله عز وجل. اللهم اجعلنا من الآمنين، اللهم اجعلنا من الآمنين في الدنيا ويوم الدين ويوم لقائك يا رب العالمين، اجعلنا من الآمنين. تسمع حمو، إياك أن تظن أنك خلقت سدى وتركت عالم، إياك أن تظن أن ربك غافل، وإياك أن ترون الحياة تساق كما تشاء من الهوى، فإن رب حكيم يسيرها كيف شاء، لكنه حليم لا يعجل العقوبة، ثم رأى في نفسه عصيانا فأنهله الله، فإنا نحذره من استدراج الله جل وعلا. استدراج الله عز وجل يراك على نقمة ويراك على معصية فيكون حليما صبورا لا يعجلك عذابا، فتظن انك في فسحه وتظن انك عند الله في مكان، لكن اختلط حكمه الله عز وجل بالاجل وبالصبر، وان اذا اشتد غضب الجبار على من حل حباه بحلمه وبنعمه اخذهم اخذ عزيز مقتدر بافات معهات واحزان،
أو أخذهم كما يأخذ عادا وثمود وأمما قبل ذلك كثيرا. فإن يعدك يا حمو حتى لا تغتر بحمد الله جل وعلا، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وحري بك أن تأتي إلى الله جل وعلا، حري أن تأتي إلى الله جل وعلا بالإسلام، ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكن من الخاسرين، بل لا تعبد وكن من الشاكرين، وما قدر الله حق قدره. نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم والخشية والفهم ونور البصيرة وحسن العمل وسلامة السرية والطوية، ونعوذ بالله من الكفران والنفاق والشقاق وسيء الأخلاق. اللهم آمين آمين آمين. موعظة نذكر بها خداما كبارا وصغارا وحراسا كبارا وصغارا، ما جاب على السلالة والزهرية والأم والأب والأبناء والذرية، على الصحة وجماله وعلى القوام والعلم والعمل والمال، طاعة لله وندخل بإذن المولى جل وعلا مدخلا عظيما. نسأل الله تعالى أن يثبتنا في باطن وجهان وأسرة، وما رميت إن رميت ولكن الله رمى، ونرى من يفعل التوحيد، نرى من يفعل التوحيد طاعة لله، نراهم يرفعون التوحيد بإذن المولى جل في علاه، نراهم يرفعونه بإذن الله تعالى. لا زال التضارب في البدن بين الكفر وبين الإيمان، فأصبح الإيمان الآن جليا في الشمال يرفع بهن عاليا بفضل الله تعالى. نعم، وهناك من يقر في الرأس رفعناه نعم وأسلمنا لله جل وعلا، وهنا موازين الحرب بدأت بهن تختلف، فأصبحنا نرى بفضل الله تعالى رفع للتوحيد مع الإقرار بالرأس بفضل المولى جل وعلا. فالوعظ يحرك النفوس ويرفع الهمم بفضل الله المكرم، ومن يهن الله فما له مكرم. نسأل الله ان يعزنا ولا يذلنا، وان يكرمنا ولا يهيننا، وان يرفع قدرنا وان يعلي شأننا، وان يجعلنا موفقين في الدنيا والاخره. امين 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 امين. معشر الجن، ان لنا ربا واحدا احدا فرض الصمد، ما اتخذ صاحبه ولا ولدا، استمع الى وفرض الله لا شريك له، ولا نظير ولا مثيل، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، هو الله سبحانه ما اجل وما اعظمه. يكفينا شرفا وفخرا ان بتوحيدنا ودعوتنا اليه وشهادتنا واقرارنا به ربوبيته والوهيته وبجميله ومحاسن اسمائه وصفاته ان يدخلنا جنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. اللهم اجعلنا من اهل الجنان إلى حساب ولا سبقة عذاب، يا كريم يا كريم يا كريم يا الله. أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا، واجعلنا هداة مهتدين ولا ضالين ولا مضلين، واهدنا 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 أيدينا إنس وجن أجمعين. آمين آمين آمين. اشفنا واشفينا واشف أيدينا يا أكرم الأكرمين، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، أنزل علينا رحمة من رحماتك بها نشفى بها نشفى بها نشفى. نرى التوحيد ينفر عاليا بفضل الله تعالى قويا بتوفيق المولى جل وعلا. الله اكبر الله اكبر. ما عن شمالي اصلح ما افسد في الشمال وفي اليمين، ذاك القلب الذي طالما حزن لم يرى سعادته، الحزن يركبه ويعلوه ويثقله ويذيبه ويسوده ويقصيه، ذاك الحزن ولا ضاك من الحزن، ذاك الهم والغم والاكتئاب والضيق والسآمة والملل والضجر والعصبية والغضب والانفعال والقسوة والغلظة، كل هذا يعلو فوق 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 حتى يجعل الإنسان في الأنا، ويجعل الإنسان لا شيء لا شيء مع من يجاريه ويصاحبه ويحاكيه ويدانيه ويقارنه ويصاحبه، وهذا هو السلاح الذي عليه يسيرون. فأصيح ما أفسدتم في سويداء القلب، أصيح ما أفسدتم في الشريان في الوريد، أصيح ما أفسدتم في نخرات الدم، أصيح ما أفسدتم في نقاط القلب، أصيح ما أفسدتم في شراح الصدر، أصيح ما أفسدتم بفضل المولى جل وعلا. والحمد لله رب العالمين. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه فاجعلوا لله واحدا. الحمد لله رب العالمين. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، من يؤمن بالله يهدي قلبه، قالها الله تعالى يهدي قلبه. اللهم اهد قلوبنا
اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا بلا احزان لنا همومنا. اللهم اجعل القران شفيعا لنا. اللهم اجعل القران ربنا. اجعل ربنا شرحا لصدورنا. اللهم اجعل ربنا تكفير لذنوبنا. اللهم اجعل ربنا رفعة وعزة لمنازلنا ومراتبنا. اللهم اجعل القران وليسا لنا حجة لا علينا. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. معشر الجن معشر الجن، هذا الإسلام الذي أنتم عليه الآن يدعوكم إلى الإصلاح، يدعوكم إلى الثبات والإصلاح، يدعوكم إلى ماذا؟ إلى مزيد من الثبات والإصلاح. بل فكر قديم ورفع شهادة التوحيد لا بد كذلك أن ترفع في الشق الآخر بإذن الله جل وعلا توحيدا تاما حتى يكون بإذن الله جل وعلا. ومن ثم بإذن الله جل وعلا إصلاح ما سدتم وتفتح الأقفال والسلاسل وتبدأ بإذن الله تعالى اللسان، الجمل، العبارات، الكلمات تخرج من الثنايا ومن الشفتين ومن الثر والفمي، مثقلة بالجميل والخير والنور، قربة لله جل وعلا، والعمل الصالح يرفعه، كلام طيب يرفع إلى الله جل وعلا، إقرار بالله جل وعلا واشهدوا بأننا مسلمون. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقولوا للناس حسنا ما أجملها وما أطيبها، كلامك هذا يرفعك عند الله جل وعلا وخالق الناس بخلق حسن. فهيا إلى الله جل وعلا مع إشارتين، إنها إشارات ودلالات نظهرها لكم حتى تكونوا عند الله تعالى في مكان عال. هيا إلى الله. نعم الحمد لله جل وعلا، قلناها بحمد الله ملائكة الله معنا، هذا حديث وحديث صحيحة لا غبار ولا شك فيها، أن لله ملائكة سياحين يلتبسون حلق الذاكرين الحاملين والشاكرين والمسبحين. يقول الله جل وعلا كيف وجدتم عبادي وجدناهم يحمدونك، أي ماذا اجتمعوا على حمد الله عز وجل. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، كل واحد منهم يحمد الله تعالى سرا وجهرا. الحمد لله الحمد لله، الثناء على الله حمدا، ذكر الله بالمحاسن حمدا، الصبر حمدا، ذكر النعم حمدا، التماس طريق الهدى أو سبل الخير حمدا، أن تنزل في منازل الشكر حمدا، أن تتأمل فيما ينزل عليك من بر ومن سلامة وستر حمدا، فتكثر من حمد الله جل وعلا، غطاك بالستر وبالنعم، وزادك من فضل ذلك قوتا، وزادك من فضل الله جل وعلا علما وفهما، وزادك من فضل الله جل وعلا لطفا ونجاة، فتكثر له حمدا ولله جل وعلا، ملائكة يحمدونه ليلا ونهارا. كل يوم في بيت المعمور تدخل 70,000 ملك، يدخلون لا يخرجون، 70,000 ملك، منذ انظر متى خلق الله الخلق، تدخل الملائكة في كل يوم 70,000 ملك، 70,000 ملك، إذا دخل لا يخرجون، كل يوم تدخل عند الله 70,000 ملك. يا الله اعمل عليه حسابيات منذ خلق الله تعالى الخلق إلى الآن، وما يعلم خلق الله إلا ما خلقه سبحانه جل في علاه، إنه الله. وكم عدد الجن في سبق الإنس لا يعلم عددهم إلا الله، وكم عدد الحيتان وما في البحار في الجبال والقفال والسماوات والنجوم والمجرات إلا الله، إنه الله. لا يعلم الخلق إلا من خلقه سبحانه. وأنتم أيها الجن لا أنتم إلا ذرة في هذا، ذرة في خلق الله عز وجل، بقوتكم، بطيرانكم، بغوصكم، بأسلحتكم، بأسحاركم، ما أنتم إلا شيء يسير في خلق الله جل وعلا. ولهذا ندلكم على لطيف الخبير، ندلكم على من؟ على لطيف الخبير بآية القرآن، إذا أردتم بسنة النبي العلام، إذا أردتم بأدلة عقلية، إذا أردتم بحج إبراهيم صادعة قاطعة بإذن تعالى، إذا أردتم بإعجازات كونية، إذا أردتم كل أمر يدلكم على أن هناك رب خالق رازق مدبر
يستحق أن يكون الإله، يستحق أن يكون المطاع المعبود، يستحق أن يكون بفضل الله جل وعلا الذي إليه تنحني الجباه والألوف وتخضع الرقاب والقلوب والنفوس، وإليه ترفع الأكف والأيدي، عليه شمعة الفطر في المدهمات والمصائب والقلوب ترفع وتشعر إلى خالقها وبارئها لا شرك في لجئها واضطرارها إلى ربها جل وعلا. إنه الله أما يجيب المضطر إذا دعاه فيكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. ترفعونها بفضل الله تعالى حتى في اليمين فالحمد لله، رفعت في الشمال رفعت في اليمين بفضل الله جل وعلا. فالأدلة دامغة تلمس الفطرة الصفية النقية التي ترجو الله جل وعلا. ونعلم أن لازال هناك حروب داخل الجسد، أقبلت في اليمين في الشمال ثم في الشمال ثم في اليمين، ثم هناك من يقبض عليها ويحرك أصبع القدم، بمعنى إذا كان هنا وهنا أسلم فإن ننزل الكبار إلى القدم لأنك تحرك كأنك منذر جيش، فلا قوة لنا ولا حرق لا طاقة لنا فيهم الآن مع الإيمان. ولهذا تعلمون أن اليهود والنصارى يحاربون المسلمين في الوعظ وفي الدروس والمحاضرات والرقائق، فلو كان في بيوت الله كما هي المسلسلات والأغاني والأفلام والإشارات لكانت بيوت تقية على قناعة متجدرة راسخة دون زيف أو غشك في التمسك والتعبد الزائل مع زوال المواسم والعبادات أو العادات. فلهذا حرموا في الأصل أن تكون الأمة تبنى على معتقد راسخ. نعم، فلا بد أن تحرك النفوس بوعظ يصل إلى شريان القلوب، وأن تكون النفوس تسمع وهي تعي ما تسمع وتفهم ما تسمع أنها تشرب دين الله جل وعلا، لأن لا منجا إلا بدينه، ولا نجاة إلا بدينه، ولا استجابة إلا بتمسك دينه، ولا عزة وسموه إلا بالسير على دينه. فهذا هو الفائز. هذا حينما نرى الآن الإسلام في جنوب الشمال، الكبار أباضة الكفر ذوي القدمين، ذاك موضعهم كلمة الله العليا، كلمة الكفر السفلى، لا سبيلهم للبقاء مع وعظ وترغيب وترهيب وذكر وحجج دامغة. ونحن لن نفارقهم حتى يصعدوا أيضا، إن حج بحج أو قتال بقتال، والعزة لله وصدر المؤمنين، والحمد لله رب العالمين بفضل الله جل وعلا. فاسمعوا، لا زلنا في السير مع حمو وميراق وعائشة وغيرهم من سكنوا هذا الجسد، نذكرهم بإذن الله جل وعلا أن الغلبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. نذكرهم أن الله معه، نقول بالكلام الذي نستشعر معيته، الله جل وعلا معنا، الجن نراهم لكن نرى فيهم معية الله، نرى فيهم نصر الله، تأييد الله، جند الله، نرى فيهم استجابة الله لنا. كانوا في خفاء فما حرقهم، أحرقناه بسيوف؟ لا، كلام عليه طاقة ونور، آيات فيها بفضل أسرار ونور تحرقهم وتهزهم بفضل الله تعالى. ونسأل الله دوام السر والتوفيق والفضل والجود والكرم من ولي ذلك القادر عليه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنعم وثب على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد معشر الجن، أصلحوا ما أفسدتم يقظة ونامة، يا من أسلمتم كونوا أقوياء. والمؤمن القوي أحب إلى الله من الضعيف وفي كل الخير. صلاة، قالوا نعم، كونوا أقوياء وأعد لهم مصطفى من قوة ومن رباط الخير غير من يعلم الله وعلمكم وآخرين المؤمنين لا تعلمونهم الله يعلمهم. لو تأمل في هذه الآية لهابتنا ولهابنا الأعداء، وأعد لهم مصطفى قوة ومن رباط الخير
تأخذون بعدو الله وعدوكم وآخرون كيف يا هؤلاء أعداؤنا ونحن نحتمي بسلاحهم من أنفسنا ومن إخواننا ومن غيرنا؟ إيه؟ إنه الجهل بأمه عقله وجوارحه، فكيف يهابك أعداؤك وسر سلاحك الأي؟ فاسمعني أيها الجني ويا الشيطان، أسأل الله تعالى أن تكون نصرا للإسلام وعزة للإسلام وشفاء للمسلمين، وأن تكون خيرا على بيوت المسلمين، وأن تكون خيرا في بيوت الله جل وعلا، وأن تكون خيرا بتوفيق المولى الكريم عليكم وعلى أهليكم وذويكم في الدنيا ويوم الدين، ولا يتسنى ذلك إلا بالاستقامة على شرع الله جل وعلا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه رسالة احفظوها مني، ولقاء آخر يكون بإذن الله تعالى فرقانا، أسأل الله تعالى يكون نصرا في تعلى كلمة الإسلام في البلد وحوله وشفاء للبلد وحوله. آمين آمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.